تعالى وبركاته، ليست لمساكم يا رب في كل خير ويمن وبركة وطاعة ومغفرة من الله عز وجل. مغامرة الإبريق اللي في المغامرة اللي فيها طاولة وإبريق، عرفتوها؟ أنا رجعت المكان اللي مغامرة بيت الغسالة. نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا سناب أخوي جاسم، لا سمح الله جاني شيء ولا شيء، تروحوا عنده مباشرة. إيش هذا يا جماعة؟ أنا كان في باب هنا، كان في باب بعد. وهنا كان الإبريق. يعني نسميها مغامرة البحث عن الإبريق. حتى الكاسة. يا ربع في شيء متغير. ايش هذا؟ متكبع من الباب من البيت. معقولة هذه نهاية بيت الغسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. خلنا نطلع الدور اللي فوق. إلى الآن ما في شيء. في أحد؟ في أحد في المكان؟ في أحد؟ Yeah.
جماعة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا جماعة أنا كتمت والله العظيم كتمت ما أدري إيش اللي جاني هذه الحين قاعدة تدخن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذه نفس الغرشة يا جماعة خلاص